روبير مساء الخير. مساء الخير. من واحد الخبر الأخير اللي بيدل على أنه وزيرة الداخلية البريطانية نسيت دفتر يومياتها وقلقت كتير، مين برأيك من السياسيين دفتر يومياته بيحتوي على شيء بيعمل خضة؟ ولا الهيئة كلهم ما بقى عندهم أسرار، كله صار إذا بدك ما بقى في حياة وما بقى في حدا، كله ماشي على عينك يا تاجر، على المفضوح يعني. على المفضوح بقى، يا ريت في اسرار او يا ريت في شيء نقدر نعرفه او ما بنعرفه، كله موجود. بس معناتها انه ما عندهم شيء حتى عم بخططوا له قصدك كمان؟ انا ما بحب نظريه انه في مخططات، انا بعتقد انه الموجود بالتلفزيون هذا الحقيقه، والحقيقه ايام شوي مره، والحقيقه كارثه اذا بدك. الأسرار العاطفية للسياسيين بتبقى براس الناس أكثر من الأسرار اللي لهم علاقة بالدولة مثلا. ليش الناس بتحب تعرف إذا في بحياة السياسة نساء؟ بعتقد إنه هيدي إذا بدك نوع من كيوريوزيتي كل الناس عندها إياها، بتحب تعرف شو في بحياة الشخصية تبع كل شخص، وهي طبيعية. سمعنا كلنا عن قصة كندي ومارلين مونرو، وسمعنا كلنا عن مونيكا لوينسكي. هل بحياة السياسيين اللبنانيين كمان أشياء مشابهة؟ أكيد. بدك تسأليني إذا عندي؟ لا عندك؟ لا ما حسألك لأنه ما عندك. أكيد ما عندي. أي بس برأيك في بحياة كثير من السياسيين أمور مشابهة؟ طبعاً أكيد بقدر الأكثرية. هلا مش بس عند السياسيين. أي. للأسف مش بس عند السياسيين، بس إنه مرتبطة شغلة إنه لما شخص يصير بالسلطة بيستكتر حاله على علاقة واحدة، في حس حاله كينج يعني إذا عنده أكثر من حدا. كيسنجر مثل ما بتعرفي يعني شخص معروف، كيسنجر قال السلطه باور از افروديزياك، سو ما بعرف كيف بدك ترجميها هيدي. يعني السلطه بتغري بامور ثانيه لها علاقه يمكن بالشهوات او بالانجذاب للنساء، ما هيك؟ هيك هو قال، ما خصني انا طبعا. مرق بس خبر بيحكي عن فستان كيت اللي جاب مداخيل كبيره للقصر، واللي قالت حماتها عنه انه ما حلو اول شيء. ليش دايما في حكي عن حما وكني ما في حكي عن زوج وبي زوجته؟ لانه فيها حراره اكثر، يمكن حراره ايجابيه او سلبيه من اثنين. انت ما عندكم حراره؟ طبعا ما بتترجم، بنسمع حما وكني في حراره. لانه نساء صادقين بتعبيرهم ولا لانه عقلهم اصغر؟ لانه عاطفيين اكثر، هذا السبب. تيبكال سياسي، ما هيك؟ يعني هن عم بيحلموا عن قصص حلوه وانا كثير على الارض بالقصص. إيه؟ اللي بحلم. ليش وما حققت اشياء حلوه انت ليه؟ بلا لحظه، اخذت المنصب السياسي وقنعتونا وصامد بمكان السلطه وما عاجبك؟ شو بدك ليعجبك؟ والله صعب شوي يعجبني شيء. والحلم يلي بدي احكيك عنه منه بالسياسه. ايه هو المشروع الابيسي بالاشرفيه. كان حلم؟ كان حلم، لانه كنت بعدني متخرج من الجامعه، بعدني طالع طازه من الجامعه وجيت على لبنان. والوالد قال لي عنا هالمشروع، الله يرحمه، قال لي عنا عن المشروع، بدك تساعدني فيه. جربني مدي، لانه الوالد طبعا كان يجرب مش انه دغري يسلم، جربني مدي بدبي، قال لي كان دبي قبل الاشرفيه، قال لي ماشي حالك يلا. امتحان كان يعني؟ ايه كان هاي. امتحان، واشتغلنا حقيقه بالاول كلهم كانوا يقولوا عنا مجانين اذا بتذكري. والمشروع اخذ وقت كثير ليقلع، اول سنتين ثلاثه قلع بصعوبه. ويقولوا انه شو هذا وبنص الاشرفيه وشو عم بيعملوا وخربوا الدنيا. بس المهم ما كنت خربت الدنيا عن جد يعني، ما شلت كم بنايه اثريه كمان انت؟ لا ما كان في اثر، كان ملعب فوتبول. ما كثير كانوا عم يستعملوه صراحه. واللي استغنيت عنه؟ اللي استغنيت عنه أبيسي دبي. لا هلا عم نظبطها ان شاء الله تطلع احلى. غير بالحياه الخاصه او باللي بيجي ببالك اول شيء؟ اللي بيجي ببالي اول شيء ما فيني اقوله هون. ليه؟ شخصي؟ مش شخصي. طيب ما تقوله، فينا نقوله؟ لا عم امزح، كان بدي اقول استغنيت عن نادين. ما فينا نقول. بنت تانيا عندها مجموعة خالد شو رأيك؟ انت معك خبر؟ منفتح جدا. ضحى بحلمه. طب منك ناقم على الشخص اللي طفالك حلمه؟ لا الله يوفقه ويساعده. تصريح حلو هيدا، بس هلا راجع على البيت انت قلت له ايه اوكي مرتب بريد، رح نشوف الحلقة اليوم.
مرتك ما بتشكي من شيء بالجمال؟ لا بتجنن مرتي. بتجنن. انا الليله اللي تعرفت على نادين كنت ناطر هذا اللقاء. ايه طبعا. ايه طبعا. كنا الليله تعرفت عليها وكنا ناطرين هذا اللقاء كمان. بس انه انت حلمك غير. لا هذا هو. ضبطته صغير صغير. الحلم تاني بس صغير بدي احكي عنه هو موضوع الشباب. لانه كثير من 5 سنين انا وهلا طالما حكينا عن هلا عم نشتغل كثير على موضوع دعم الشباب ودعم طاقات الشباب. بلشنا بمؤسسه بادر ب 2006 جان عملنا هلا اشتغلت مع فريق عمل على مسابقه بكل العالم العربي وسنه الماضيه اطلقنا جائزه موريس فاضل بالشمال، كله هيدا لنعطي امل للشباب، لنقول لهم انه في ناس حدهم، لنقول لهم انه يلي عندهم افكار لازم يبادروا. ووقتها كانت كان العنوان ما تهاجر بادر. انا بدي اقول لك شغله باختصار اذا بدك تشوف، كثير من الناس يمكن يشوفوك بالبيت هلا يقولوا طبيعي يقول روبير هالشيء، روبير مرتاح وفي يفكر وفي يشتغل وعنده الادوات، بس انا اللي قاعد محبط اللي الواسطه غلبتني اللي الاخرين بحكم وعلاقاتهم زيحيني بالطريق، ما لي غير ادفل. لا مش مظبوط. شو بتقول له بالمحل؟ بقول له روح على الويب سايت، شوف أوكي. الويب سايت شو عم نقدم مساعدات وخدمات للشباب يلي عندهم افكار ومصاري وتمويل للشباب يلي عندهم افكار. بس اللي بيفكر انه بادر ما تهاجر ما حيكون عنده حلم استغنى عنه، ما هيك؟ لا الحلم يلي ما يلي ما فيني اقول انه استغنيت عن حلم، بس في بدي اقول اجلته شوي، هو تغيير نمط السياسي بلبنان. تغيير نمط السياسي. هذا حلم فريقك يعني بكون، مش بس حلمك لحالك. حلمي وحلم فريقي اذا بدك، وحلم كثير من الناس مش بس بالسياسه وخارج السياسه. تغيير بمعنى تقبل ولا بمعنى الغاء؟ لا بمعنى ننتقل لمرحله ثانيه، نطلع من انت وياهم. نحن طبعا. ايه اوكي. بتعرف حلمك لو ولا اي مره بدنا حدا، نحن ضد اذا في شطب او ضد حروب الالغاء. ضد حروب الالغاء. اختم معك بس بسؤال من وحي فيل نادين، يعني بدي تعليقك بمطرح، يعني كمان البعض لقى مضحك مبكي انه نكون اخترنا انه مثلا نلهي الشباب عن الطائفيه بنساء او ببائعات هوا، او يمكن نختار انه نسطلهم بادويه معينه لينردوا عن بعض، هل نحن عن جد بحاجه وصلنا لهالمرحله انه بدنا نعطل عقل شبابنا لما يتضاربوا؟ عن جد وصلنا لهون؟ يعني خوفني هالمشهد انا. بتعرفي اللي بيطلع على الوضع لبنان هلا هيك شوي من بعض بيلاقي انه الكل عم بيتصرف كمجموعه اقليات، كل طائفه عم تتصرف كانه هي اقليه، الكبيره والصغيره مستهدفه. والكل حقيقه بيفكروا بهالطريقه، يعني لاعطيكي مثل بسيط ومركزين على هالموضوع، ما بقى بيشوفوا غير مشاكل، يعني ما بيشوفوا مشاكل الاقتصاديه وانه ما في شغل او انه ولا الاجتماعيه حتى اللي ولا الاجتماعيه قلتنا يعني. اعطيكي مثل بسيط، من حوالي 6 شهور اجى رئيس الحكومه السابق على طرابلس، عمل مهرجان بطرابلس. قبل بليله كنا سوا على العشاء، قلت له بتمنى بكره بكلمتك تحكي عن موضوع الماء، لانه طرابلس مدينه فقيره مشاكلها كثير كبيره وبتمنى انه تحكي عن موضوع الانماء. ثاني نهار قال لي اوكي، ثاني نهار نزلنا على المهرجان، كان مهرجان كثير ناجح، اجوا اعداد كثير كبيره. وقت يحكي بالسياسه الناس تولع، اجى حكي عن الاقتصاد، وقت حكي عن الاقتصاد ما حدا مهتم. يعني مشكله عند الناس، يعني الناس ما عم تقدر تاكل. والسياسه والمشاكل والاصطفاف عم يعني عندهم اهم من اللقمه. هيدي مشكلة كبيرة عنا بلبنان، ومثل ما قلت السياسيين عم بيلعبوا على هالخوف كل الوقت وعم يستعملوا وعم يستفيدوا من هالخوف. لكن بحاجة يا نادين نحن. روبير شو المشهد اللي أنت بذاكرتك؟ ما بدي أقول أحلى لأنه في كثير أشياء حلوة. أنا في مشهد كثير أثر فيي هو بفيلم نديم القديم. نديم تبع كغمال اللي هو المرأة يلي الخياطة يلي قاعدة هي وأمها بكراميل. إذا بتتذكروا كانت هي عايشة هي وأمها وهي خياطة وعم تهتم فيها، وأمها مريضة وش يمكن نفسانيا تعبانة، ويوم بيجي حقيقة ناسي حالها، هي ناسي حياتها الشخصية، ناسي كل شيء. ويوم بيجي زبون لعندها يعني هو كان معجب فيها، وهذا كان متبادل وعزمها على قهوة. قضت يومين ثلاثة عم تحضر حالها وعم تظبط حالها وتظبط شعرها، وكان فيها هيك اجت رجعت فيها شوي الحياه. ونهار اللي بدها تظهر اما عملت لها كريزه اعصاب وما بدي اياكي تظهري، ولح اختها هي اختها الكبيره.
ما بدي اياكي تتركيني وما بدي اياكي تروحي وبالاول جاهلت الصريخ والعياط وبالاخر استسلمت اذا بدك عادت رجعت تضحي يعني رجعت تضحي انت مع هالشيء روبير ما احيانا التضحيه بتكون بمحل معين خلص بكفي لا انا كنت تمنيت انه تروح ايه الانانيه ضروريه انا كنت تمنيت انه تروح ولكن اللي حبيته بهالمشهد هو اولا انه قديش في ناس عندها احلام بسيطه ما بتقدر تعمل تحققها حتى احلام بسيطه كثير مثل واحد يشرب قهوه مع حدا ثاني وفي كثير ناس عندهم امكانيه انه يعملوا اكثر بكثير من هيك وما بيستمتعوا بالحياه بس انت بمطرح بتقول انف بكفي التضحيه هلا صار دوري أكيد. انا اكيد طبعا 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 بس يعني. كمان بدي زيد شغله لقيته حلوه هو الحلو هو العلاقات والروابط العائليه ودور العائله بالشرق اللي هي مختلفة عن الغرب بهالموضوع وبعتقد أحلى طبعاً بالشرق من ما هي بالغرب بس أحيان بتعصرنا العائلة بالشرق ما هيك؟ بده يلاقي ما هيك خالد؟